متواصلين معكم في نقل فعاليات بطولة قطر المتنهر مايك شوزن. مثل ما شفتوا منافسات سكيت سيدات وتأهل الرامي الأمريكي على المركز الأول، الحصول على الميدالية الذهبية. اليوم إن شاء الله راح نتابع مسابقة سكيت رجال ونشوف إن شاء الله من اللي راح يتوج بهذه الميدالية. The winner of Qatar Open in the Skeeter Women 2014, Amber English, United States of America. Oh, this is the motor. I thought the competition was awesome. This was the warmest weather I've shot in since October, so I was really excited to come here and be able to train and test myself through the winter. I thought the club was amazing. I would definitely consider coming back here and hopefully bringing more of my teammates. The range is beautiful, and I'd like to thank all the staff members for helping us out. It was a really awesome match. First time. Hopefully not the last time. والله لحد الان البطوله ماشيه كتنظيم وكمنافسات من اروع ما يمكن. احنا نتمنى التوفيق ان شاء الله لربعنا المشاركين سواء من منتخبنا او من منتخب الخليجيه منتخبات الخليجيه، لان البطوله عالميه، بطوله قويه جدا، ارقامها كبيره وارقامها عاليه خصوصا في منافسات السكيت، لان السكيت دائما تكون فيه الفرق بين طبق والثاني يدخلك الفاينل او يطلعك من الفاينل. والله الحمد لله، اول شيء صبحك الله بالخير، والله يعطيك العافيه. نشكر جهودك بالنسبه للبطوله، زي ما تشوف الاجواء طيبه والمنافسات جيده والحمد لله. صحيح بالنسبه للشابات يعني صراحه تفوقوا وما قصروا، حققوا المطلوب منهم، نقول الله يعطيهم العافيه والى المزيد، يعني احنا نطمع اكثر. صراحه الاجواء مريحه، ونحن ما يحتاج نعلق او نقول شيء عن الاجواء الموجوده او عن البطوله الموجوده في ارضيه لوسيل عندكم هني. اول حاجه نحن نفرح من حصل بطوله في قطر على الميادين هذه، لانها ميادين صراحه محترمه، ميادين حلوه وفي اقبال ما شاء الله. انت لو تشوف طالع وراك من كل اقطار العالم موجودين العالم عندك في البطوله هذه، فان شاء الله انها تكون للاحسن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا سعيد في تواجدي بين إخوان القطريين، وأجواء البطولة جميلة جدا. أشوف أنا كثير من الدول المشاركين في البطولة، البطولة أخذت الطابع الدولي، كثير من أبطال العالم مشاركين فيها، ما يجعل فيها يعني حماس أكثر ومنافسة يعني تكاد تكون صعبة.
لكن هذا اللي احنا نطلع له، ان نشارك في بطولات في هالمستوى هذا. والحقيقة يعني اول مره اشارك في هالبطوله، لكن سعيد جدا اني شاركت فيها، واعتقد مني ورايح ان شاء الله اذا الله اعطانا عمر راح اكون من المشاركين، لان هالبطولات تسقل او يعني تعمل بولش لرمايات ما قبل بطولات كأس العالم، بطولات العالم المقبلة. والله المنافسة يعني شديدة وقوية كتير، كمان اليوم ثابت في هواء كتير كمان على الميادين، ما خلى الرماية أصعب شوي. يعني ما شاء الله كل الرومات كلهم أبطال المشاركين هالمرة، في أبطال عالم ومن كل الجنسيات يعني. Rory, who's this? Yes, photographers. Rory, الحمد لله طال عمرك، هذا الانجاز انجاز العرب كلها طال عمرك باسم الامارات، ولكن الامارات طال عمرك هي عن الدول العربيه كلها، وهذا شرف لنا ولكل رامي عربي. الله يسلمك ومشكورين وما قصرتوا، حياك الله. لازم نشارك عشان نحقق بطولات اكبر، هاي يعني تدرب عشان البطولات الكبيره ان شاء الله. الحمد لله يعني.